هذه هذا هو المسجد. نحن الآن نزلنا بصورة إلى الأقبار الصناعية إلى صنعاء، وهذا هو المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه في مسجد صنعاء، الجامع الكبير. هذا هو الجامع الكبير، وهذا هي الصخرة الململمة التي دل النبي صلى الله عليه وسلم وابن يوحناس أن يقوم ببناء المسجد على ذلك. وهذا هو المسجد من داخله، هذه هي المسمورة، أحد حدود المسجد المسمورة، حافظ عليها أهل اليمن، وتقابلها في الجهة الأخرى الحد الآخر هي المنقورة الموجودة في الجامع الكبير. هذا هو المسجد من داخله، وهذا هو صحن الجامع الكبير، والمسجد الذي أمر النبي ببنائه، هذه التوسعة كلها، والمسجد الذي أمر النبي ببنائه هو في مؤخرة المسجد كما يظهر الآن. هذه قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى. هذا هو صحن الجامع الكبير. وهذه هي القبلة من الداخل، قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه من الداخل، وهذه القبلة من الخارج، وهو بين هاتين المنارتين التابعة لجامع صنعاء الكبير بعد التوسعة. الآن هذه الصورة بالأقمار الصناعية، سنبدأ الانطلاق من قبلة المسجد لنذهب لمشاهدة الجبل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وحدد به القبلة، وأمر وبر بن يوحنس أن يستقبل بالمسجد الذي يبنيه قمة جبل ضين. هذا هو جبل ضين بالأقمار الصناعية، وموجود في قمته معسكر صغير ومحطة تقوية للإذاعة التلفزيونية. هذا هو جبل ضين الذي يبعد عن صنعاء حوالي 30 كيلومترا في جهة الشمال. الآن سنرجع إلى قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه، ولكن قبل ذلك هذه صورة أفقية لجبل ضين، وهذا هو خط السير الذي يؤدي إلى محافظة عمران، محافظة عمران، من صنعاء إلى محافظة عمران. هذه صورة من الأرض لذلك الجبل الذي هو جبل ضين، لقطة من الأرض. هذه محطات التقوية في قمة جبل ضين كما كنا نشاهدها بالأقمار الصناعية. هذا جبل ضين من أعلى بالأقمار الصناعية، قمة الجبل من أعلى. نعود الآن إلى المسجد، إلى مسجد صنعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه. هذه هي صنعاء، وهذا هو الجامع الكبير بصنعاء، والذي في مؤخرته المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه، والمحدد بزاوية المسمورة بين وهو بين ساريتين، إحداهما المسمورة والأخرى المنقورة. الآن سننطلق بسهم من قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ثم نمضي به إلى قمة جبل ضين من هنا من المسجد، ويستمر السهم في الانطلاق إلى أن يصل إلى قمة جبل ضين. هذا هو جبل ضين بالأقمار الصناعية، والسهم يمر من قمة الجبل
كما تلاحظون السهم يمر من قمة الجبل، ثم ننطلق بهذا السهم لننظر أين سيصل على استقامته من المسجد الذي أمر النبي ببنائه إلى قمة جبل ضين. ها هو السهم يواصل وينطلق شمالا إلى الشمال الجنوبي، ويخرج من الحدود اليمنية وينطلق على استقامة واحدة، هذه هي مكة المكرمة، وهذه هي الكعبة المشرفة، وهذا هي كبد الكعبة، أشهد أن محمدا رسول الله. يصل إلى الكعبة المشرفة بين الركن اليماني والحجر الأسود. فمن أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن أين له هذه الإحداثيات والمعرفة؟ ومن الذي أخبره قبل 1400 عام؟ خط واحد من مكة المكرمة كما سنلاحظ إلى استمر يا حبيبي استمر كونتينيو إلا خلي كذا، خط واحد يرجع لتتأكدوا من دقة الاستقامة بين الكعبة المشرفة، ويعود إلى قمة جبل ضين الموجود في اليمن. يعود إلى قمة جبل ضين، هذا هو جبل ضين عودة، ومن جبل ضين نواصل الرجوع لننظر ولنتأكد من وصوله إلى قبلة المسجد صنعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى. وبهذا يكون المصلي في مسجد صنعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى، وقد بناه أبان بن سعيد بتوجيه من وبر بن يحنس. لاحظوا التطابق في الاستقامة بين قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى إلى قمة جبل ضين إلى وسط الكعبة المشرفة. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة؟ الجواب، وهو لم يرى اليمن ولا شاهد أرض اليمن، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل ضين، ولم يعرف بستان باذان، ولم يرى الصخرة الململمة، ولكنه يتحدث من المدينة المنورة بإحداثيات وأوصاف هي موجودة على أرض اليمن. كل ذلك يشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله ومؤيد بالوحي، وهو الوحي والعلم الإلهي. وصدق الله القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.